لا 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 انتخابات مش هشتغل انا شغل عصابات. انتخابات في شهر 12 مش هشتغل شغل عصابات. رافضها اي شغل عصابات وضد ومع ونعمل مقلب في ده ونجيب سيره ده ونطلع اوراق ده كلام فارغ اللي ادب لا اقبله في مجتمع واسره نادي الزمالك. حازم امام قال لسه بدري ان انا ممكن افكر في خوض انتخابات الزمالك على الرئاسه، شايف الكلام ده صحيح ولا لسه بدري على ولا انت شايف حازم امام بيفكر؟ دي وجهه نظره يبقى هو غير جاهز. دي وجهه نظره. طب الناس اللي طلبته؟ الناس في مصر عاطفيين بيحبوا وبيكرهوا. لكن انا بفضل ان انا قد ما احبكش لكن اتفق معاك في اسلوبك الاداري الناجح واسلوب التطوير وعلاقه الحب مش علاقة اختيارية انك تختار بيها حد يدير او ما يديرش. نسبة الحب والكر المستشار مرتضى منصور ليه صداقات كتير وليه علاقات كتير، ايه رأيك؟ اسلوبه وهو ده المستشار مرتضى منصور، ما عندوش حالة نفاق وما عندوش لف ودوران وما عندوش حاجة. هو ده كابتن لما قال ان حديقة الغاء حديقة ايمن يونس. ايوه ما زعلتش لان هو ما لغاش فوز ايمن باول بطوله افريقيه، ما لغاش اهدافي في النادي الاهلي، ما لغاش كسري في الجمجمه وحب النادي الزمالك، ما لغاش عطائي الاداري وان انا من لا شيء قدرت ان انا اخد بطوله النادي الزمالك، ما لغاش حاجه. لغى انا التكريم موجود في حياتي كل يوم في الشارع مع كل واحد بقابله، والاحترام موجود مع كل الزملكاويه والاهلاويه. مش بالجنينه يعني عمرها ما كانت بكده، لكن هو بيشوف كده دي حاجه جميله، ما شافش كده ده لا يقلل مني ولا يقلل من حازم امام ولا يقلل من عبد الحليم علي، يعني انا مش من حقهم يزعلوا. كل واحد بعطائه وانجازه والتاريخ، احنا في الاخر مجتمع كره قدم. التاريخ في كره القدم هيفضل يحترم الناس اللي قدوا وعملوا وانجزوا وقدموا وضحوا وكانوا مخلصين للعبه كره القدم ولنادي الزمالك. لعبة كرة القدم لأنها ليها مبادئ وأخلاقيات. في ناس كتير قوي خرجوا بره. لكن لعبة كرة قدم مجتمع له مبادئ كبير وصغير. مبادئ احترام المنافس، مبادئ احترام الفوز ولحظة الهزيمة، كلها مبادئ. مجتمع أخلاقي. كون إنه بايظ في مصر ده مش غلطة حد. غلطة عدم وجود قانون الرياضة وغلطة القائمين على الأندية والاتحادات.